الصينية يانغ هويان تحتاج 24 عاماً للوصول لقائمة المئة، هذا بحسب ما نشر موقع ساوث تشاينا مورنينج بوست. إذن أسماء خمسة نساء من المتوقع أن ينضمين إلى نادي 100 مليار دولار. في الصدارة سيدة أعمال فرنسية بثروة تبلغ حوالي 55.1 مليار دولار، ومن المتوقع أن تتجاوز عتبة المليار خلال 9 أعوام. أما طليقة مؤسس أمازون ماكنزي بيزوس تحتاج نحو 16 عاما لتزيد من ثروتها المقدرة ب 39.1 مليار دولار. وستلتحق الأسترالية جينا رينهارت بالنادي بعد 20 عاما إذا زادت ثروتها التي تقارب 15.8 مليار دولار.